منذ إطلاقه في عام 2013، قام البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال كرة القدم من أجل الصداقة بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية والتعليمية في جميع أنحاء العالم في محاولة لتوحيد الأجيال الشابة. عندما أدت الجائحة إلى توقف عالم الرياضة، لم يلغى المشروع الذي تنظمه شركة غازبروم، بل تحول إلى العالم الرقمي ليقدم لآلاف الأطفال من خلفيات مختلفة فرصة لممارسة الرياضة وتبادل الخبرات عبر الإنترنت وبناء صداقات جديدة. شارك شباب من أكثر من 200 دولة عن بعد في العديد من الأنشطة على مدار العام، كما ظهرت موضوعات مهمة مثل رفاهية كوكبنا والمساواة بين الجنسين في الرياضة بانتظام في المناقشات الجماعية في المنتديات عبر الإنترنت. يتعلق الأمر بمنح المشاركين المنصة ليكونوا قادرين على مناقشة هذه المواضيع، لأنهم هم الذين سيقودونها فيما بعد. إنه أمر مهم، ونأمل أن يلهم البعض منهم للتطرق إلى بعض هذه القضايا والقول أنت تعرف ما لا أتفق معه وما الذي سنفعله لتحسين الأمور. من خلال منحهم هذه الفرصة لإجراء هذه المناقشات ولإقامة المنتديات والبدء في التفكير في الأشياء المهمة، نأمل أن تكون مفيدة لهم حقاً في المستقبل، ليس لهم فقط بل ولأقرانهم وأي شخص في العالم. إننا نسير إلى الأمام ونأمل أن تتغير الأمور نحو الأفضل. بعد الدورة الناجحة، عادت بطولة F4F E-World وأضاءت الموسم التاسع من البرنامج، حيث تم تقسيم 32 فريقاً إلى 8 مجموعات من 4 أشخاص خلال قرعة رائعة أقيمت بروح جيدة، وتم بثها مباشرة لجميع المشاركين لمشاهدتها. باستخدام تطبيق على الهاتف تم تطويره خصيصاً لكرة القدم من أجل الصداقة، تمكن عشاق كرة القدم من التواصل وإظهار مهاراتهم عبر الإنترنت. بعد بطولة حامية الوطيس، توج فريق أرغالي الذي يمثله لاعبون من أوربا وبيز وغواتيمالا وكوستاريكا والمكسيك بطلاً في النهاية، لكن الجائزة الحقيقية تقاسمها جميع المشاركين، حيث تم تشكيل العديد من الصداقات الجديدة. التجربة رائعة، أحب تكوين صداقات جديدة والتعرف على بلدان مختلفة. تعجبني بشكل خاص الأدوار المختلفة التي يؤدونها، لأنها يمكن أن تكون مدرباً أو لاعباً أو صحفياً، وأن تتعلم مجموعة من المهارات لاستخدامها في الحياة اليومية. حتى لو كانت على الإنترنت، كنا جميعاً متحدين وكان هناك شعور بالتضامن بيننا. الآن يوجد حجر صحي في كازاخستان، لا أتواصل مع أصدقائي بقدر ما أريد، لكن بفضل هذا المشروع أستطيع التفاعل مع أصدقائي الجدد دون مغادرة غرفتي. على مدار المواسم التسعة، جمعت كرة القدم من أجل الصداقة بدعم من المنظمات الرياضية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية أكثر من 16,000 مشارك من 211 دولة ومنطقة. لم يعرقل الوباء نمو البرنامج، ويأمل أن يستمر في الترويج لمشاركة القيم الإنسانية الأساسية كالصداقة والسلام والمساواة لجمهور أوسع في السنوات المقبلة.